لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إنا جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال. المقصود بالأيمان الأيدي، ليس اليد اليمين فقط. قال لكن لأن اليمين هي التي تتصرف أكثر فعبر عنها، ثم يعني يطلق على الاثنين الأيمان، يعني الأيدي على اليمين والشمال، كما يقال القمران والعمران والأسودان، يعني يغلب أحد النظيرين حتى يستعمل يعني الآخر في نفس اللفظ. قال: فلا تبسط بشيء من الخيرات. وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان. وقوله إلى الأذقان يعني فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم. فكن يعني الإيمان، يعني الأيمان، كن يعني استعمل الضمير اللي هي فهي، هي دي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أي الأيدي الأيمان. يقول: فكن يعني عن الأيمان ولم يجري لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها، فاستغني بذكر كون الأغلال في الأعناق عن ذكر الأيمان أو من ذكر الأيمان. إن يجيب ضمير يعود على شيء لم يذكر قبل ذلك لكنه مفهوم من السياق. يقول: كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت وجها أريد الخير أيهما يليني. أيهما هما دي تعود على مين؟ الخير والشر، ولم يذكر ذلك، ولكن السياق اللي بعديه هو اللي وضح أن هذا هو المقصود. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني؟ فكن عن الشر وإنما ذكر الخير وحده. رحمك الله. لعلم سامع ذلك بمعنى قائله يأتليني، يعني لا يقصر في طلبي. يعني بقول إيه؟ لا آلو، يعني لا أقصر، يعني الخير الذي أنا أبتغيه من الشر الذي لا يأتليني، يعني الشر مش سيبني. لعلم سامع ذلك بمعنى قائله إذ كان الشر مع الخير يذكر. قال: والأذقان جمع ذقن، أو ذقن جمع ذقن، والذقن مجمع اللحيين الفكين، اللحيين
إذا كانت اليد إلى الذقن فهذا هو المعنى، فهم مقمحون. والمقمح هو المقنع، المقنع مقنعي رؤوسهم. في يوم القيامة ذكر الله عز وجل عن كفر أنهم مقنعي رؤوسهم، وهو أن يحضر الذقن حتى يصير في الصدر ثم يرفع الرأس، يشدوه جامد هنا وبعدين يرفعوه جامد جدا. في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة، وفي قول بعض الكوفيين هو الغاض بصره بعد رفع رأسه، يعني يرفع رأسه ويبصش وينزل عينيه لتحت. يعني عن ابن عباس: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وقول الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. عن مجاهد في قوله: فهم مقمحون رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم، يبقى أيديهم لا تستطيع الوصول إلى خير، أيديهم موضعة على أفواههم فلا يتكلمون بخير. عن قتادة: فهم مقمحون أي فهم مغلولون عن كل خير، وجعلنا من بين أيديهم سدا، يقول تعالى ذكر: وجعلنا من بين أيدي هؤلاء المشركين سدا، وهو الحارز بين الشيئين، إذا فتح كان من فعل بني آدم هو السد، وإذا كان من فعل الله كان بالضم سد. بالضم قراءة بالضم قرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين، وقرأه بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين بفتح السين سد في الحرفين، لما قال من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد. الآخرون قرأوا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. يقول: الضم أعجب القراءتين إلي في ذلك، لأن هذا من فعل الله يعني، وإن كانت الأخرى جائزة صحيحة، الاثنين بمعنى واحد. وأنا بقوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أنه زين لهم سوء، أنه زين لهم سوء عملهم فهم يعمهون ولا يبصرون رشدا ولا يتنبهون حقا. عن مجاهد في قوله: من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق، قال عن الحق فهم يترددون. عن قتادة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال ضلالات. قال ابن زيد: جعل هذا سدا بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقرأ: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. الآيات كلها: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: هي من، وقال: من منعه الله لا يستطيع، كما ذكرنا يستطيع من جهة سلامة الحواس، وهي الاستطاعة التي قبل الفعل والتي عليها التكليف، أما استطاعة مع الفعل استطاعة التوفيق والإسعاد والهداية والإقدار على الإيمان فهذه المذكورة هنا. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء، أي جعلنا عليها غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. عن قتادة:
أغشيناهم فهم لا يبصرون أهدى؟ قال ولا ينتفعون به. وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام حين حلف أن يقتله، أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم أو يشدخ رأسه بصخرة، مع أنه لم يلتفت في التفسير لهذا، لأنه إنما ذكر عن الحق وأنهم في ضلالات، وليس أن هناك عدم بصر حسي. عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن. فأنزلت: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله: فهم لا يبصرون. قال: فكانوا يقولون هذا محمد، فيقول: أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره. وقد روى يعني ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعشيناهم بالعين، أعشيناهم عنه. وذلك أن العشاء هو أن يمشي بالليل ولا يبصر، والغشاوة أشد، أنه الذي عليه غشاوة لا يرى بالليل ولا بالنهار. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى ذكره: وسواء يا محمد على هؤلاء الذين حق عليهم القول، أي الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أو ترك الإنذار؟ فإنهم لا يؤمنون، قد حكم الله عليهم بذلك. ومع ذلك فقد قام بالإنذار عليه الصلاة والسلام، لأن بالإنذار تقوم الحجة ويحاسب عليه العبد. وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر. يقول تعالى ذكره: إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن واتبع ما فيه من أحكام الله وخشي الرحمن. يقول تعالى: يقول: وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين. حين يغيب العبد عن أنظار الناظرين، لا المنافق، قل: وخشي الرحمن بالغيب، إذا كان العبد وحده، لا المنافق الذي يستخف بدين الله إذا خلا ويظهر الإيمان في الملأ، ولا المشرك الذي قد طبع الله على قلبه. فبشره بمغفرة. يقول: فبشر يا محمد هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة من الله لذنوبه وأجر كريم. يقول: وثواب منه له في الآخرة كريم، وذلك أن يعطيه على عمله ذلك الجنة. عن قتادة: إنما تنذر من اتبع الذكر. اتباع الذكر اتباع القرآن. إنا نحن نحيي الموتى. يقول تعالى ذكره: إنا نحن نحيي الموتى من خلقنا ونكتب ما قدموا في الدنيا من خير أو شر وصالح الأعمال وسيئها، وصالح الأعمال وسيئها. عن قتادة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من عمل. قال ابن زيد: ونكتب ما قدموا، قال: ما عملوا. عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم، يعني وآثار خطاهم بأرجلهم. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرب عليهم. ابن عباس قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقالوا: نثبت في مكاننا. عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا، قال: فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا.
عن جابر قال أراد بنو سلمة قرب المسجد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم إنها تكتب آثاركم. عن جابر قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم إنها تكتب آثاركم. قال فأقاموا وقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا. عن أبي سعيد الخدري قال شكت بنو سلمة بعد منازلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. فقال عليكم منازلكم تكتب آثاركم. عن ثابت قال مشيت مع أنس فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا فلما قضينا الصلاة قال أنس مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي فقال يا أنس أما شعرت أن الآثار تكتب؟ عن الحسن أن بني سلمة كانت دورهم قاصية من المسجد فهموا أن يتحولوا قرب المسجد فيشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟ فمكثوا في ديارهم. عن مجاهد في قوله ما قدموا وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم. عن قتادة قال الحسن وآثارهم قال خطاهم. قال قتادة لو كان مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح إن هذه الآثار. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لم يذكر القول الثاني أصلا وهو أن الآثار ما عمل به من عمل بعد وفاتهم بعد موتهم اقتداء بهم لم يذكره أصلا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يقول تعالى ذكره وكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب وهو الإمام المبين. وقيل مبين لأنه يبين عن حقيقة جميع ما أثبت فيه. عن مجاهد في إمام مبين قال في أم الكتاب. عن قتادة قال كل شيء محصير عند الله في كتاب. قال ابن زيد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال إمام الكتاب أم الكتاب التي عند الله فيها الأشياء كلها هي الإمام المبين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.